عنا اجواء ما بعد المباراه كابتن، اول ابطال ده في الاوتيل تقريبا او في الصاله كويس ده في الملعب ده اكيد في الملعب ايوه في الملعب ده في الملعب ده انفراج على الماتش أيوة. كابتن محمود لانهم هيستلموا الميداليه البرونزيه اكيد طبعا هم كلهم قاعدين تحت الوقت بس هم اكيد كلهم بيتفرجوا على المباراه الوقت اكيد يعني لكن هم بجد يستحقوا الفرحه ويستحقوا التهنئه و... والاحلى حاجه ان فرحت جماهيرك في كل حته بقى اذا كان هنا او في قطر او في اي مكان في العالم ان اكيد الناس كلها فرحانه بالانجاز اللي حصل للعيبه النادي الاهلي واكيد كابتن خطيب زي ما قلت لك انا معاه 2 برونز طب نسمع كابتن دلوقتي نسمع